إلى السويد ونتحدث مع قائد المنظومة دي، المنظومة اللي أنا دايما كل يوم أكلمكم عنها، المنظومة الفريدة في الرياضة المصرية، منظومة رائعة، منظومة كرة اليد المصرية بكل تفاصيلها هي منظومة رائعة. ليه؟ إن دائمة النجاح، دائمة النجاح، نادرا لما تلاقي منظومة كرة اليد في مصر على مستوى كل المنتخبات، على مستوى كل المسابقات تمسك فشل أو تعثر. صعب صعب، منظومة احترافية بشكل رائع جدا. والدليل إن إحنا بنتعامل مع كأس العالم لكرة اليد، إن منتخب مصر ند الأكبر منتخبات في العالم، وليه مصر ما تاخدش كأس العالم لكرة اليد؟ فألعاب أخرى منها كرة القدم إحنا بنخش البطولات دي بغرض التمثيل المشرف، لا، مع كرة اليد أنت رايح تاخد بطولة، أنت رايح تكسب أكبر منتخبات في العالم زيك زيهم، أنت كمان من أكبر المنتخبات اللي في العالم، فحاجة تفرح وحاجة تشرف. معانا من السويد الدكتور محمد الأمين، رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد ورئيس بعثة منتخبنا الوطني في بطولة العالم. يا فندم مشرف ومنور. الله يخليك يا استاذ كريم، متشكر جدا للمقدمة الجميلة دي. ده أقل من حقكم بكتير يا فندم، أنتوا دايما مفرحينا ودايما رافعين راسنا لفوق بصراحة. الله يخليك، احنا 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 بأمانة شديدة جدا سعداء ب يعني برد الفعل الإعلامي في مصر، وسعداء جدا بكل كلمة بتتقال عنا، ويا رب نكون نستحقها فعلا. يعني طبعا احنا من جانبنا هنا فرحانين وبنقعد نفرح وننبسط، انتوا طبعا تحت ضغط كبير جدا، بطولة عالمية مهمة ومنتخبنا الوطني طموحاته فيها، انا عارف انها طموحات لآخر نقطة ان شاء الله، مظبوط؟ الله يبارك فيك ويعزك. انا بكلمك على الضغوط اللي انتوا فيها دلوقتي، وضغط المباريات وضغط الاعلام وضغط الجماهير، ان احنا عندنا طموح ان منتخبنا يوصل لاخر نقطه، هل ان شاء الله نحلم ونتمنى ان احنا نوصل لاخر نقطه؟ شوف يا استاذ كريم، احنا طبعا لا شك ان احنا لازلنا في البدايه. صحيح. وطبعا اللي احنا وصلنا له انت اتكلمت عنه في المقدمه دلوقتي، ان احنا حاولنا من البدايه يبقى في تخطيط واضح ولكل المنتخبات رجال وسيدات، بحيث انها المراحل السنيه كلها تتلاحق وما يجيش في وقت من الاوقات نحس ان في ضرب او وقعه لمنتخب من المنتخبات بتاعتنا في المستقبل اللي جاي. صحيح. كتبنا الكلام ده، مجلس اداره مخلصين قعدوا اشتغلوا، انديه اشتغلت، ما نقدرش نغفل دور الانديه. المنظومه متكامله بتتعاون، الناتج رجال مخلصين وشباب مصري، يعني حاجه تفرح. اشتغلنا معاهم وفق خطه ثابته من فتره طويله، وحطينا كل التوقعات، وطبعا مع القرعه كان في ذهننا كرواتيا من البدايه انها العقبه الاساسيه الاولى، والحمد لله تخطيناها، لانها درسنا كل تفاصيل الفنيه للمنتخب الكرواتي، ولعبنا ونفذنا ولاعبينا المخلصين نفذوا كل حرف فيها مع جهاز فني متميز. صحيح. طيب باقي المباريات لاحظنا ان احنا يمكن الجهاز الفني كان بيريح بعض اللاعبين عشان المباريات الثقيله جايه لسه. يعني سواء في المغرب، مع احترامنا للمنتخبات، المنتخب المغربي والمنتخب الامريكي، الا ان كان راي المدرب ان احنا اللاعبين المتميزين نريحهم على اساس ان احنا ندخرهم وجهودهم بالفتره اللي جايه. وبالفعل يعني ده النتيجه وصلنا لها، واحنا وصلنا لهدفنا ان احنا على راس المجموعه. المرحله الجديده اللي هي الرئيسيه بنلاقي فيها هنلاعب بلجيكا والبحرين والدنمارك، وده هيدينا ترتيب. احنا طالعين باربع نقط من المرحله الاولى بفوزنا على على امريكا، وطبعا يعني احنا فوزنا مباراتين في ميعاد المغرب وكرواتيا، طبعا كرواتيا وامريكا والمغرب، فطالعين باربع نقط. كرواتيا وامريكا طبعا، وامريكا طالعين بالنقط بتاعهم اربع نقط. صحيح. وهنلاعب الفرق الثانيه اللي قلنا عليها، بلجيكا، البحرين، الدنمارك. صحيح. في ايام اللي هو الخميس والسبت والاثنين زي ما سيادتك ذكرت بالظبط.
نتمنى ان احنا برضه نتفيد المجموعه ونبقى اول مجموعه. قدامنا ماتش الشديد اللي هو الدنمارك ده عشان ما ندخلش في مواجهه مع السويد اللي هو صاحب الارض. فكل شيء المهم ان احنا على المخطط الفعلي بنحاول ندرس ونتفهم كل ونحلل كل خطوه ممكن نوصل لها. طيب انا عايز اسال حضرتك الطموح موجود. طيب انا كنت عايز اسال حضرتك عشان في خلل عندنا في موضوع مواعيد مباريات مصر في الدور الرئيسي، مواعيد بالتوقيت القاهره. احنا في وسائل الاعلام كلها المواعيد متضاربه جدا، احنا ان شاء الله هنلعب الثلاث مباريات مواعيدهم ايه وايام ايه؟ هو احنا المباراه الاولى الساعه 7 اللي جات لنا من الاتحاد الدولي، ولكن احنا معترضين، احنا بعتنا ايميل بنعترض فيه على المواعيد دي. فانا مش عايز نثبتها دلوقتي، لكن ما ذكر فيها انها الساعه 7 دي مباراه بلجيكا بتوقيت القاهره طبعا. وبعدين الساعه 4:30 وبعدين 9:30 الاخير. احنا معترضين ليه يا فندم على المواعيد؟ الايه؟ معترضين ليه يا فندم على المواعيد؟ يا فندم؟ معترضين ليه على المواعيد؟ حضرتك بتقول ان احنا معترضين على المواعيد، ليه معترضين على المواعيد؟ سيادتك بالنسبه كناحيه علميه، اللاعب بيدخل في حاجه في حاجه اسمها الايقاع البيولوجي، الايقاع البيولوجي ان هو يؤدي افضل اداءاته في توقيت المباراه. فكل ان انا ابقى مختلف مره تكون 4:30 ومره الساعه 7 ومره 9:30، ده اختلاف طبعا. هم ده بيرجع ممكن عمليه البث التلفزيوني عندهم، لكن احنا عمليه التدريب دايما المدرب الناجح يعني بيحط تدريبه في نفس توقيت المباراه. فدي نقطه خلل احنا بنعتبره حته علميه يجب ان احنا نوحدها على اساس ان احنا يبقى قدامنا الفرصه كامله ان اللاعب بتاعنا بيلعب في نفس توقيت التدريب بتاعه وثابت. هي طبعا احنا العمليه التنظيميه دي راجعه يعني الجهه المنظمه وراجعه يعني لعوامل كثيره جدا منها البث التلفزيوني، لكن احنا بنحاول ناخد حقنا فيها يعني. صحيح. يا فندم انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المداخلة، ونتمنى كل التوفيق لمنتخبنا الوطني. عندنا أمال كبيرة جدا ان احنا نوصل لآخر نقطة ان شاء الله في هذه البطولة. دكتور محمد أمين رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد ورئيس بعثة منتخبنا الوطني في كأس العالم، بشكرك شكرا جزيلا.